السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من شواطئ بلادي. اليوم جينا الشاطئ البلدي مدينة طنجة، شاطئ بلايا ديال طنجة. اليوم جينا نتعرفوا على الشاطئ ونتعرفوا على المرافق ديال الشاطئ، ومخليكم معنا غادي ندوزوا النهار هنايا زوين. الشاطئ البلدي ديال طنجة او بلايا طنجة اقرب شاطئ للمدينة، قريب للمدينة القديمة وقريب لوسط المدينة. دابا ندخلوا للشاطئ ونشوفوا المرافق ديالو، خليكم معنا. اكثريه ديال الناس كانوا واخدين صوره خايبه على بلايا، دابا تنقول لكم بلايا ولات زوينه. اليوم تم تغيير كبير في بلايا ديال طنجه، زادوا لهاد الممرات وداروا لي باراسول اللي ما كانوش غراتويت، ما كانوش لي باراسول، ما كانوش هاد الممرات، وزادوا في النظافه ديالها، ولا شاطئ نظيف. وبالنسبه للنظافه ديال الشاطئ، راه الشاطئ نظيف، كل صباح كيتنظف بواسطة هاد الآلة ورجال النظافة. فيما مشيتي كتلقاهم هازين البلاستيكة ديالهم وكينظفو. وبالنسبة لي بوبيل متواجدين بكثرة، والواحد ملي ينوض ما يخليش الزبل موراه. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا فيه الواد الحار، هو واد الحار ناشف، راه زولو نهائيا. وبالنسبه لي باراسول راهم فابور، ما تتخلص حتى درهم، ومتواجدين بكثره هنايا بالشاطئ. وبالنسبه للشاطئ فيه بزاف ديال الدخلات، واي دخله كتلقى ممر كيدخلك حتى للرمله لداخل. وبالنسبة للوقاية المدنية والسباحة المنقذة هنايا متواجدين وبكثرة، الواحد اللي شاف شي حاجة يعيط لهم. بالنسبة للشاطئ، المساحة ديال الرملة اللي فازكة كبيرة، هنا يمكن لك تمارس كرة القدم. وبالنسبة للجودة ديال المياه ديالو، الماء ديالو زوين صافي كما كتشوفوا في الصوره، ولا ما وسخوش البشر راه ما غاديش يتوسخ. وسط الماء داري الدراري فين يلعبوا، وفابور غراتويت. وإلا بغيتي تسارى في الشاطئ بالجمال، راه كاين تماك واحد السيد مول الجمال، تما كتفاهم معاه شحال من دورة ولا بالساعة. وإلا بغيتي تسارى حتى بالعود، هنا راه موجودين صحاب العودان كتفاهم معاهم وتدور على خاطرك هنايا بالشاطئ. وإلا ساليتي تبحيرة وبغيتي تدوش، في اي دخله هنايا كاين الدوش، راه الماء حلو، دوش مع راسك وحيد الملحه. وبالنسبه للتواليطات راه كاينين في الباركينغ لتحت، الا كنتي في لاكوت الفوق كتهبط في داك البيوت ديال الجاج، والا كنتي لتحت ها هما البلايص فين كتلقاهم. هذه هي الدخله، هذا هو البيت الدجاج. الا بغيتي تمشي للطواليط كتهبط في الدروج حتى للباركينغ. ولا جيتي بالطوموبيل، هاد الشارع كامل ممنوع الوقوف والتوقف، وفي ما لقيتي شي علامه ديال بي راه عرف الباركينغ هو اللي لتحت. هذه هي الدخله ديالو، وديما عقل على النمره ديال الباركينغ في حطيتي الطوموبيل ديالك. بالنسبة للكرة هنايا بلايا موجودين الاوطيلات، ولا بغيتي اوطيلات رخاص كتمشي للمدينة القديمة. بالنسبة لزابارتومون هنايا راه كاينين بزاف هنا كيتكراو، غير هما غاليين شوية.
بالنسبة لا بغيتي تجي في الطوبيس، راه بلاية قريبة حدا لاكار، راه هو لاكار فين كيبان لكم تماك، راه جميع الخطوط ديال الطوبيس كيحطوه هنايا. وفي الكورنيش ديال الشاطئ كاين هاد الحديقة فيها الكراسة، الا بغيتي ترتاح هي غير في جنب الشاطئ. Thank you.